السلام عليكم. قصة جد مؤثرة. نزل رجل من البادية إلى بغداد لطلب العلم والتجارة، واستأجر غرفة ليسكن فيها. بعد صلاة الفجر يخرج للعمل، وبعد صلاة الظهر يذهب إلى دروس العلم والمعرفة. كان هذا الشاب يقسم أجر عمله إلى 3 أقسام: ثلث لأبيه، وثلث لصاحب الغرفة، وثلث للنفقة عليه. مرت عليه 3 أشهر لا يستطيع أن يدفع إيجار سكنه، فقال له صاحب الغرفة: أمامك 3 أيام لدفع الإيجار، وإلا سجنتك لأني ما بنيت هذا البيت وقفا للفقراء. خرج هذا المسكين يبحث عن عمل في اليوم الأول فلم يجد. ذهب إلى ديوان الخراج يسألهم عن عمل فلم يجد، إلى أن جاء اليوم الثالث يوم سجنه، فخرج من بيته حاملا الدنيا فوق رأسه. يقول: أخذت في المشي إلى أن وجدت نفسي في أطراف بغداد، فوجدت بيتا متهالكا، فقلت أستريح، ووضعت يدي على الباب، فإذا الباب مفتوح، وإذا بشيخ مسن مضطجع على سرير، فنادى علي وقال لي: اسمع يا بني، ووالله ما ساقك إلي إلا الله عز وجل، وأنا الساعة أموت وأشتهي عنبا. فقلت له: أبشر، ووالله لتأكلن اليوم عنبا. فانطلقت إلى السوق، وذهبت إلى بائع يبيع العنب، وسألته: بكم هذا العنب؟ فقال: بدرهم. فقلت له: خذ ثوبي هذا رهنا عندك إلى أن آتيك بالمال. ثم أخذت العنب وأنا أجري به حتى ألحق الرجل قبل موته. قدمت له العنب مع أني في حاجة إليه أكثر منه، وبعد أن أكل العنب قال لي: اسمع يا بني، هذا الركن في هذه الغرفة، احفر تحته ستجد شيئا. أخذت في الحفر إلى أن وجدت جرة مليئة بالمال والذهب، قدمتها له فسكبها في ملابسي، ثم قال: هي لك، لكن لهذا المال قصة يا بني. كنت أنا وأخي تاجرين كبيرين نذهب للهند والسند، ونتاجر في الحرير والصوف، وكنا نخاف من اللصوص وقطاع الطرق. وفي يوم من الأيام نزلنا منزلا، فقلت لأخي: هذا المنزل يرتاده قطاع الطرق، وأنا أخشى على مالي ومالك، أعطني مالك كي أخفيه مع مالي في مكان آمن ثم أرجع إليه، فإن أصبحنا وسلمنا أخذنا مالنا ومشينا. وما كدت أن أدخل في النوم مع أخي إلا وجاء اللصوص وقتلوا من قتلوا ونهبوا ما نهبوا، وما أفقت إلا من حر الشمس في اليوم التالي. وأخذت أبحث عن أخي فلم أجده، لا بين الأحياء ولا بين الأموات. فدخلت بغداد وبنيت هذا البيت، وأخفيت هذا المال الذي هو مال أخي منذ 20 عاما، فإن مت فهو حلال لك. ثم نطق الرجل بالشهادتين ومات. يقول: فأخفيت المال، وخرجت أبحث على من يعينني على دفن هذا الشيخ، وبعد دفنه عدت لآخذ جرة المال. فبعد أن كنت فقيرا مؤدما أصبحت من أثرياء بغداد. يقول: أخذت المال وذهبت إلى بائع الخضار وأعطيته ثمن العنب، وأعطاني ثيابي، ثم أردت أن أركب مركبا لأنتقل إلى الناحية الثانية من نهر دجلة، فوجدت مراكب كثيرة، لكنني وجدت مركبا صاحبه يبدو عليه الفقر والعوز، فركبت معه، وقد أحزنني حاله، وقد هممت أن أعطيه من هذا المال الذي معي، فبكى ثم قال لي: والله ما كنت فقيرا في يوم من الأيام، فقد كنت تاجرا أذهب إلى الهند والسند، وأتاجر في الحرير والصوف، وكان لي أخ لا بارك الله فيه قد اتفق مع اللصوص كي يقتلونني ويأخذوا مالي، لكن الله نجاني إلى أن آل بي المآل إلى بغداد. يقول:
فاسودت الدنيا في عيني مرة ثانية. لقد أصبحت الجر من نصيب صاحبها، ولا بد للمال أن يعود لصاحبه. تدخل الشيطان وقال لي: أعطه بعضه أو نصفه، إلى أن توقفت وقلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقلت له: هذا المال مالك. فلم يصدق الرجل، وحكيت له ما حدث بيني وبين أخيه، وأنني قد دفنته من ساعة فقط. فأخذ الرجل يبكي ويستغفر ربه لسوء ظنه بأخيه، ثم أراد أن يعطيني شيئا من هذا المال، فأبيت، لكنني طلبت منه أن يعذرني في درهم العنب، يقول: فرجعت إلى بغداد مرة ثانية فقيرا معدما كما خرجت منها من قبل. وبينما أنا أسير، إذا بالعسكر الذين يعملون في ديوان الخراج ينادون علي ويقولون لي: نبحث عنك. فقلت: سيسجنونني لعدم دفع إيجار الغرفة. ثم قالوا لي: لقد مات بالأمس أحد الكتاب بالديوان، ونبحث عنك كي تعمل بدلا منه. فأدخلوني عندهم وأعطوني مرتب شهر، فذهبت إلى صاحب الدار وأعطيته حقه في الإيجار. وهكذا مرت الأيام إلى أن أصبحت وزيرا. إنه العالم الفقير الوزير ابن هبيرة، المولود سنة 449 هجرية، والمتوفى سنة 560 هجرية. قالوا عنه أنه خرج في جنازته ما لم يرى في جنازة غيره من في عصره. والعبرة من هذه القصة، قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. إذا كنت مستقيما على أمر الله، يأبى الله إلا أن يجعل رزق عبده المؤمن من حيث لا يحتسب. زوال الكون أهون على الله عز وجل من أن تتقي الله ثم لا ترى النجاح والتوفيق بكل شيء في حياتك. ألا تحب أن يكون خريف عمرك رائعا جدا؟ اتق الله. ألا تحب أن تكون كريما على الله؟ اتق الله. ألا تحب أن تكون أقوى الناس؟ اتق الله. ألا تحب أن تكون أغنى الناس؟ اتق الله. ألا تحب أن توفق في زواجك؟ اتق الله. ألا تحب أن توفق في عملك؟ اتق الله. ألا تحب أن ترزق بأولاد صالحين؟ اتق الله. ومن يتق الله يرى عجبا، اتق الله ترى عجبا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.